مرحبا بكم معنا في قناتي فؤاديو. اليوم جبت لكم تطبيق للوصول إلى 4000 ساعات مشاهدة في ظرف وجيز. نقدر نقول لكم في 20 يوم توصلوا للهدف ديالكم اللي هو تحقيق شرط من شروط تفعيل القناة اللي هي 1000 أبوني و4000 ساعة. لكن قبل ذلك ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. نبداو في الشرح ديالنا على بركة الله. كيف قلت لكم جبت لكم هذا التطبيق اللي هو الاسم ديالو يوسي توربو، وهو عبارة عن متصفح بحال كروم وبحال غيرها من المتصفحات الاخرى. كنعرفوا ان غالبية الناس ما عندهمش بيسي في الدار ولا غير الهواتف النقالة، لذلك هذا التطبيق كيرجع الهاتف بحال البيسي. اول حاجة هو انكم تهبطوا لصندوق الوصف وغادي تلقاو الرابط ديال هذا التطبيق وحملوه عندكم في الهاتف ديالكم تيليشارجيوه. حيت الا تيليشارجيتوه من بلاي ستور ما غاديش يخدم لكم، ويقدر يخدم لكم غير متصفح واحد ويقدر يوقف فقط، واخا انكم غادي تزوركوا على هاد المتصفحات كاملين ما غاديش يعطيكم سميتو، ما غاديش يخدم لكم. لهذا ممكن تخدموه من هذا الرابط، وراه ساهل باش انكم تيليشارجيوه. هاد التطبيق كيف كتشوفوا هذا هو اللوغو ديالو. من بعد ما تحملوه، هذا هو اللوغو ديالو. من بعد ما تحملوه كنورقوا على التطبيق كيطلع لينا على هذا الشكل هذا. ملي كيطلع لينا على هذا الشكل هذا كتقدر تبدل الواجهه ديالو الا بغيتي، ما تبدلش ماشي مشكل. كيطلع لك على هذا الشكل هذا. كنوركو على دوك الشريطات الثلاثة لتحت، كندخلو الاعدادات هي الفوق هنايا على اليمين، كنبدلو اللغة ديالنا كنردوها اللغة العربية الى بغيتو. المهم بالنسبة اللي بغا يدير اللغة العربية يدخل من هنا. كنأكدوا اننا بغينا اللغه العربيه، ها هو دابا ولا باللغه العربيه. من بعد كنعاودو نكليكيو على هاد الثلاثه الشرطات اللي كاينين لتحت، وكنضغطو على هاد المتصفح الخفي، مكتوبه المتصفح الخفي هي الفوق، كنضغطو عليها كتولي زرقاء عندنا هنا. ها هو الوضع الخفي هو بان لنا. من بعد كندخلو نضغطو على اليوتيوب. هانتوما كيف كتشوفو كنوركو على اليوتيوب. كنكتبو اسم القناة ديالنا اللي بغينا انها ندخلو فيها العدد ديال نشوفو فيها الفيديوهات ديالنا. غنكتب انايا اسم القناة ديالي فؤاديو. من بعد كنضغط على اللوغو ديالي، كنمشيو كنضغطو على البلاي ليست. من بعد خاص نكون على الاقل جمعنا الفيديوهات اللي عندنا في القناة ديالنا على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا في البلاي ليست عندي انايا. انا عندي مثلا هاد الفاني انيمالز ولا كولتور ولا جو فيديو او اللي بغيتو نتوما. المهم الفيديوهات اللي عندكم حاولوا تجمعوهم في هاد البلاي ليست. من بعد كنضغطوا على هاد البلاي ليست هذه اللي عندنا هنايا، هاد الفيديو هذا كنديرو ديماري الفيديو. هو يشتغل معنا، هانتوما كيف كتشوفوا يشتغل معنا دابا. كنعاودو نضغطو على هاد الكارو على اليمين مكتوب عليه واحد، كنضغطو عليه، كنعاودو نضغطو على بلوس، ومن بعد كنعاودو تاني نضغطو على يوتيوب.
نعاودو ثاني نكتبو اسم القناة ديالنا فؤاد يو كيف كتشوفو بنفس الطريقة كيف درت في الأول، كنعاود تاني نكليكيو على اللوجو ديالنا، كندخلو البلاي ليست، كندخلو البلاي ليست الثانية، كنضغطو مثلا على هنا، كتشوف نضغطو ثاني نعاودو ثاني مرة أخرى، نوركو على هاد الزائد هذا. من بعد كندخلو تاني اليوتيوب، من بعد كندخلو اليوتيوب كنديرو الاسم ديالنا. انا نفتح لكم دابا انا فقط غير ثلاثة، وانتم تقدروا تفتحوا 10 وما فوق على حسب التليفون ديالكم. الا كان مزيان في بزاف ديال الجيجا وداك الشيء راه تقدروا تخدموا فيه اكثر من 10 ديال المتصفحات، 15 20 تقدر توصل حتى ل 20، ما كاينش الاشكال نهائيا. كنعاودو نكتبو ثاني الاسم ديال الاسم ديالنا في الاديو، نوركو على اللوجو، كنوركو على المتصفح، نوركو على البلاي ليست ديالنا، كنضغطو مثلا هانتوما كيف كتشوفو. اللي كتسمعو من خلال الأصوات الصوت ديال تلاتة ديال الفيديوهات عندنا، هانتوما كتسمعو. أنا نزيد ليكم الصوت، كيف شفتو هانتوما هما كلهم خدامين. البلاي ليست الاولى هي خدامه، البلاي ليست الثانيه خدامه، البلاي ليست الثالثه هي خدامه. نستشاو تضغطوا على هاد العلامه الزرقاء اللي كتشوفوها هي في التحت، الا ضغطتوا عليها واخا يتسد الهاتف ديالكم راه يبقى خدام هاد التليفون. تقدر كاع تسدو شي كاع تنعس وخليه انه خدام، ماشي مشكل، راه يبقى يدوز لك هاد العدد ديال السوايع. شمس. ومن الاحسن كيف قلت لكم انه تديروا فيديوهات كثار، نحاول نقص الصوت باش الصوت ديالي. كيف قلت لكم ان افضل ان الفيديو ديالكم يكون طوال شويه، فيهم 10 دقائق 15 دقيقه حتى نص ساعه، ما لا ساعه ماشي مشكل. علاش؟ باش يكون مجموع ديال الفيديوهات ديالكم يكون اكثر من 10 السوايع، باش الا فتحتوا 10 ديال المتصفحات في هذا اليوتيوب وخليتهم خدامين 10 ديال السوايع، وفي 10 ديال المتصفحات راه غتعطيكم 200 ساعة. وهاد 200 ساعة راه الا ضربتيها في 20 يوم غتعطيك 4000 ساعة ديال المشاهدة. اذا هذاك الشيء اللي خاص، الا بغيتي تاكد من المعلومة وتاكد من هاد بان السوايع ديالك دخلوا، راه اليوتيوب راه كل 48 ساعة كيعطيك هاد العدد ديال السوايع اللي دخلوا لعندك في سميتو. ملي كتدخل لاستوديو اليوتيوب راه كتدخل كتشوف كيقول لك عدد الساعات ديال المشاهدات اللي دازوا عندك. هادشي اللي نقدر نقول لكم اليوم عندي في هاد الشرح هذا. كيف كنقول لكم هادشي اللي كاين، الى عجبكم الفيديو ديالي كثروا بزاف من جيم باش يوصل الفيديو لبزاف ديال الناس. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.